حلقة من حلقات نهار كونسوري بنفرد مساحة من الوقت لنحكي فيها عن المواهب الشابة وإنجازاتها بمختلف المجالات الرياضية الثقافية الفنية. اليوم معنا بطلين من أبطال الملاكمة اللي حصلوا على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية. اسمحوا لي مشاهدينا رحب بالبطل مقداد حماد اللي حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية. يسعد صباحك وألف مبروك. أيضا معنا حسن متوج كمان حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية. صباح الخير حسن. صباح النور. ألف مبروك. الله يبارك فيك. كمان اسمحوا لي مشاهدينا رحب بالكوتش عاطف حماد المدرب الملاكمة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم كل خير. أهلا وسهلا فيكم نورتونا. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم ومبروك الذهب. يعني وقت بنشوف هيك شبابنا عم بيتميزوا بالمحافل الرياضيه هي كثير ترفع لكم القبعه. ان شاء الله الف مبروك يا مقداد. مبروك يا حسن. والشكر الكبير اكيد للكوتش عاطف. الله يبارك فيك. كوتش عاطف بدايه لنحصل على الذهب ما بيجي عن عبث، بيجي عن تدريب، بيجي عن مسؤوليه، يجي عن انه نحن لازم نتميز بالاراده. بنحكي عن تحضيراتكم لهيدي اللعبه وكيف كانت لنحصل نحن على الذهب. هلا فترة التحضير كانت قصيرة لأن الشباب ما لهم فترة طالعين من التاسع، يعني اثنيناتهم عم قدموا تاسع كمان رح ناخذ الذهب ثاني. فترة التحضير كانت قصيرة كثير والحمد لله رب العالمين، يعني ما توقعت أن يكونوا بالمستوى ويرجعوا لمستواهم، لأن كمان نفس البطلين السنة الماضية أحرزوا المركز الأول بالشام. تمام. كمان حسن ومقداد مدربه باللاصقي الكابتن حسام رنجوس اللي هو بنوجه له تحية للكوتش عشان الواحد ما ينسى تعب حدا أو شيء. حلو. التحضير كان قصير بس شدينا عليهم مدربه وانا لمقداد واللاعب المدربين الثانيين كل واحد لعيبته، يعني جبنا انجاز وجبنا 4 ذهب. حلو. 4 ذهب محافظ لاصقي ووحدة فضة و7 برونز. يعني مقداد وحسن؟ ايه. وفي لاعبين ثاني حسن رومي عند كابتن اسامة لاجي، وفي عندك نديم حبيب كمان عند كابتن محمد حسن كمان. هذول جابوا ذهب. بنوجه لهم تحية ونقول لهم الف مبروك. طبعا توجيه التحية لكل مدربين محافظة لاسقي لان هالانجاز هذا للجميع مجموعة كبيرة. والشكر الاكبر للرئيس اللجنة الفنية للملاكمة اللي انتقينا اللاعبين، عملنا بطولة محافظة انتقينا اللاعبين اللي مسلونا وجابوا مركز وحرزنا الحمد لله المركز الثاني بفارق نقطة من حما. صار عندنا ظلم تحكيم كثير، 3 لاعبين ظلموا وقال لك نجمنا اول مثل السنة الماضية. يعني هذا الموضوع هذا هلا عم رفعنا كتاب للاتحاد الرياضي على الظلم اللي صار وعلى يعني صار عندنا ظلم كبير، 3 لاعبين ظلموا كمان كان جابوا اول. طيب يعطيكم الف عافيه والف مبروك هيدا الذهب اللي حققته. حسن يعني عم يقول الكوتش عاطف انه فتره التدريب كانت قصيره وكنتوا طالعين من امتحانات وتعب ومع ذلك حققتوا الميداليه الذهبيه والمرتبه الاولى. يعني قد ايه معناها عندك رغبه، قد ايه عندك حافز لانك فعلا تحصل على هيدي الميداليه؟ هو يعني احنا عن جد كانت فتره التدريب قصيره كثير لان كنا طالعين من تاسع وجو دراسي يعني. صحيح. بس الحمد لله يعني عملنا تجارب وطلعنا على الجمهوريه وجبنا مركز الحمد لله. قد ايه ضليتوا تتمرنوا؟ تقريبا يعني 3 أسابيع اكثر بشوي. والساعات يعني لما كنت ترجع على البيت كمان ترجع انت تتمرن ولا بتكتفي لما تكونوا بالنادي؟ لا بكتفي انه بس بالنادي. ربا هو اللي عم بيصير عم بيحضروا للتاسع وعم بيقدموا بس يعصبوا من بعض يمكن يقتلوا كل شيء بالبيت. مقدام شو رايك؟ لا يعني نتقاتل نحن والوالد و لا ما في هيك شيء. ما في هيك شيء، يعني في عمليه ضبط كل واحد مثلا بالملاكمه بدراسته عاملين ضبط وقت بهذا الموضوع. كوتش يعني عم نشوف فعلا مجموعه من الرياضات عم تتميز بهيدي الفتره، يمكن لانه في متابعه من قبل المعنيين بهذا الموضوع سواء كان بالاتحاد الرياضي او مثلا الكوتش اللي عم بيكون عنده مجموعه من اطلب منهم الملاكمه. نحكي عن هيدي اللعبه واهميتها لكثير من الاشخاص. هلا الملاكمه بسوريا هي رقم 1 تقريبا بالالعاب اللي عم تجيب انجازات. طبعا الاسبوع الماضي كان عندنا بطلين جابوا بطوله عرب بالجزائر. طبعا سومر اصدقائنا احمد غصون وعلاء نوجه لهم تحيه الابطال وكابتن حسين وسومر كانوا يعني وانظلم عندنا لاعب كمان كان جاب اول ذهبيه بالوزن الثقيل. صارت عندنا اللعبه هون صار فيها غيري ومحبه صالح غيري ايجابي شيء ايجابي. عرفت كيف؟ صحيح. يعني كل واحد انه عم يدرب عم كذا تبين لاعب عنده يطلع كذا، يعني هذا شيء انه عم يعطي دافع لكل المدربين يصير عنده اللعيبه ابطال ويصيروا واجهه للمنتخب الوطني ويسافروا لبرا ويحققوا انجاز ان شاء الله لسوريا. وان شاء الله الشباب عندهم بطوله اسيا ان شاء الله بالفتره القريبه.
حلو. والتحضير هلا قائم. ويعني كوتش عاطف التنافس الايجابي اللي حكيت حضرتك عنه قدمهم فعلا بخلق روح جو من التنافس بين اللاعبين ليوصل الواحد للشيء اللي هو عم يطمح له. الهدف منه انه صار في عندك ما اقول لك غيري المدرب انه مثلا السنه مثلا الكابتن حسام جاب اول، ليش مثلا السنه الجاي مو الكابتن عاطف مثلا بنشبه حدا ثاني؟ هالغيري هذه عم تعطي ابطال وعندنا مدربين خامات بتجنن وعندنا لاعبين محافظ لاصقي عم نستغلها نحن لصالح الرياضه خصوصا بالملاكمه اللي عم تنتج. يعني هلا كمان عندنا بطوله ناشئين جايين عليها كمان رحنا رح ننافس على الاول كمان على مستوى سوريا ان شاء الله. الناشئين والشباب بعده كمان فريق بنات، كمان عندنا فريق بنات بجنن كمان السنه كمان بينافس على بطوله سوريا. المحافظة اللاصقي الاولى بالملاكمه على مستوى سوريا كلها بدون منازع الحمد لله رب العالمين. مقداد يعني تدريب متواصل بعد ما قدم التاسع، انت كيف قدمت اول شيء بالتاسع؟ الحمد لله تمام، رح ناكل الحلوان يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون الفرحه فرحتين يا مقداد. التدريب يعني كنت تحس حالك انه انت رح تتراجع كونه عندك مثلا شهاده تاسع؟ لا ولا ما كنت حس لسه ابدا، طبعا وراي الكوتش عاطف اكيد ما رح حس لسه. هي الفكرة انه قديمهم ان يكون واحد متابع لك بهذا الموضوع ومثلا يخفف لك من المعاناة والخوف اللي انت رح تنحط فيه مثلا انه عندك شهادة وعندك بطولة. هلا بالامتحانات انا طبعا يعني ما فيني اترك الدراسة طبعا، صرنا نحضر مش خلصنا امتحانات رجعنا على التمرين فترة قصيرة يعني 15 يوم تقريبا كان تحضر بس للبطولة، وصرنا نلعب صبح ومساء عملنا معسكر وحققنا الحمد لله نتائج كويسه. طيب الكوتش عاطف بغض النظر عن النادي اللي كنت تروحوا فيه كمان بالبيت كان في مواصله للتدريب؟ لا كان في استراحه، ما كنت اقعد انا نام انا مش ارجع عندي معناها يكون مدربه ساعات طويله. خلص اخر يوم بالتاسع خلص، قال الحمد لله خلص ما مصدق حالي. المساء 3 ساعات الصبح في يقته، قال لي انا ال 15 يوم ممنوع يطلع برا البيت ما طلق، قال لي انا حس لو قال لي يا ريت نرجع التاسع كان افضل. حلو. عاطف اللي بده يحرز الميداليه الذهبيه طبعا بده يتعب كمان. بقول لك ليش، هلا 2 ابطال السنه الماضيه والبطل لازم يضل بمستوى يضل محافظ على يعني تخيلي مثلا لا سمح الله يكونوا خسروا، انه انتم ابطال جمهوري السنه الماضيه تخسروا السنه مثلا ما بيصير. بغض النظر عن اي شيء يعني انت خسرت مدربه خسر، انت خسرت العالم مثلا، انا ربحت لبطل سوريا، انا لعبت مع بطل سوريا 3 جولات مثلا، صار في عندك انه بصير يعني الحاله النفسيه تبعه راح تتعب. عرفتي كيف؟ لهيك انا هو يعني نحن عم نحافظ على اللقب. معقول انا خلصت تاسع عبر مشوار ما اعرف لحد الان ممنوع يطلع مرفقاته ممنوع يروح ولا ممنوع يجي. هي رساله لك لرفقاتك الساعه 6:30 مقداد، هي رساله لك لرفقاتك بس يعني تخلص هيدي. طبعا هو لما جاب اول يعني نسي كل هالموضوع هذا، وكانت الفرحه اللي مثلا هو لعب 3 مباريات خلصهم بالضرب القاضي وعم يلعب على الوزن الثقيل، يعني هو السنه الماضيه لعب على وزن 67 وجاب اول ما شاء الله. السنه على الدراسه وما الدراسه الرياضه خف زاد وزنه ولا بقى فيك تنزلي على 70 مثلا ولا بقى في اني تحكمتي فيه الوزن تحكم فينا، انك انت بدك تزيدي قوته تفي يلعب مثلا مباراه وزن الثقيل المفتوحه. يعني هو وزن 80 مثلا لعب مع اوزان مثلا بال 100 110 يعني أوزان عالي عرفتي كيف؟ الحمد لله رب العالمين ربحهم كلهم بالضرب القاضي الجولة الأولى. حسن سؤالي يعني أيو كان أصعب، امتحان التاسع ولا امتحان الملاكمة؟ لا هو يعني تاسع وملاكمة بس المهم كلهم بدهم تعب وتعب وجهد. صحيح. بنذكر المشاهدين ايمتى رح تكون بطوله اسيا ورح تشتركوا انتم فيها؟ لحد الان لسه ما في كتاب فيها بس انه بعد شهرين ان شاء الله. بعد شهرين والتحضيرات مستمره. بجوز نشارك ب4 لاعبين 2 هدول منه ان شاء الله. ان شاء الله هي الحكي اللي سمعناه ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق باذن الله، رح نجيب نتيجه كويسه يعني رح نطلع ونجيب يعني مره نطلع هيك يكون نحن طالعين على الفاضي مثلا. كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل حدا عنده قادر إنه يتميز بلعبة بغض النظر عن الملاكمة، أي حدا عنده رغبة كمان إنه يتميز كوتش عاطف وخصوصا بموضوع الملاكمة؟ الأهالي بالدرجة الأولى يعني هن اللي عم يأثروا أكثر شيء على اللاعبين، مثلا عم يجي اللاعب عم يتدرب 3 شهور بالصيف بالشتاء عم يقطع، واللاعب مثلا عندنا لاعبين بجننوا يعني يصير في لهم اعتناء وبرنامج لهم مو بس بالملاكمه بكل الالعاب. صحيح. بس بدك انه مثلا مدرب يحول هالطاقه له لطاقه مثلا انه لصالح اللعبه
يبرمجها. يبرمجها ايوه ويعطيه مثلا الفنان. الطفل مثل ما بدك تحكمي فيه عرفتي كيف؟ وهون بقى بتجي شطاره المدرب تحول مثلا لاعب لبطل او يصنع منه شيء، لان الطفل مثل العجينه كيف بدك انت بتعمليه. صحيح. حلو، يعطيكم الف مقداد عارفة. شو حابب هيك؟ اول شيء نحن بنتمنى لك انك تتميز بالتاسع وان شاء الله بناكل الحلوان، اهم شيء الحلوان. وهيك كلمه لكل حدا حابب يتميز، لكل حدا حابب ان يسمع كلام يتدرب. ابو يسمع كلام ابو اراده وتصميم وانه يعني الهدف اللي حاطه براسه انه يحققوه بالشغل اي شيء يعني. حلو. تعب كل ما في شيء الا بده تعب. حلو. حسن كمان يعني انه يحقق يوصل تمرينه ويوصل حتى لو عنده دراسه يعني ما يقطع ما انه نعمل ضبط وقت لحالنا ونحن فينا بنتميز باي شغله اذا كان عندنا اداره ناجحه وصحيحه. اهلا وسهلا فيكم نورتونا مقداد حمان، ان شاء الله الف مبروك الذهب وان شاء الله هيك بنلتقيكم دائما على الفرح، لانه وقت بنشوف هيك ابطالنا عم بيتميزوا عم بيرفعوا علم سوريا يعني بغض النظر انتم ولا غيركم، هذا بالمحافل الرياضيه كثير عم فخر لنا ونحن كسوريين. اهلا وسهلا فيك يا حسن، بتمنى لك التوفيق وشكر كبير كثير لك كوتش عاطف حماد على هذا التعب والمتواصل لنتميز نحن كمحافظه. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله محافظه تسقي دائما الاولى على سوريا ان شاء الله. بدي اتشكر وجودكم معنا ضيوفنا الاكارم.